يلاه نطلعوا دراري باش يفرحوا باش بقى لنا سوفينير. صورنا قارينا قعدنا في الثلج. الجندرميري الحق كتر خيرهم. الجيش الوطني وطلع هابط يحل في الطريق باسكو شويه هكا تتقفل مع تصب الثلج مع يزيد شويه يحبس. الحمد لله والله صافي بليزير روعه. واش راح نقول لك يا خويا؟ هذه نعمه تاع ربي سبحانه. نعمه والله نعمه من عند الله. وعندنا ياسر ما شفناهاش وربي سبحانه شاف لنا ونسريدي مادا بيهم طيح لهم. وحشناه يعطيك الصحه. وحشناه كما قال لك. وهنا مادا بين الناس الكل وهذه الطروة يعطيك صح طروة ربي سبحانه هذه. وبربي ان شاء الله عام خير وعام رانا كون كملنا في السيرة اللي ما كانش امطار وما كانش تكون كارثة. عبالك هنا في سريدي كاين الناس اللي عندها البيار اللي خلتها فرنسا وخلاو يخدموا البيار نشفت. باش راح نقول لك خويا هذه نعمة عند ربي سبحانه. كنا نسنوا فيها جات وصراديكم تعرفوه بلا ما نحكي عليه معروف بالمناظر الخلابة. مش نحمد نشكر الله نحمده النعم من عند الله. عندنا ياسر ما صبش علينا ثلج من 2012 ما صب قوي زاد صب 2018 من 2018 ما شفناه. يا خويا شحال نقول لك نعم من عند الله هذه خيره صب علينا بخيره. فريود شاحت ياسر خليت اصفى القلوب ديما نورمالمون صفيت القلوب كي صفات القلوب صب ثلج. اليوم يعني الحمد لله رحمة ربي رزقنا ربي بشوية مطر بك شوية تلج رحمة ربي. احنا عندنا لاسورس حبست قدام الدار حبست دركا رحمة ربي لوكا تسمى تشرب دار تولي تمشي لاسورس الحمد لله يا خويا.